ثلاث حاجات إن قضيتها شكرتك. فاطلب إذن أن تزيد في عمري. لا أستطيع. أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى. فاعلم إذن بأنك مملوك ولست بملك، ولا حاجة لي في المماليك. إن معنى اسم بهلول هو النبيل والسيد الكريم، وبهلول هذا من عقلاء المجانين، هو أبو وهب بهلول بن عمرو بن المغيرة الصيرفي، ولد في الكوفة وتوفي في بغداد في عام 190 هجرياً، له أخبار ونوادر وشعر، وكان جامعاً للخصال الحميدة، كان جميل الخلقة فكهاً، التقى به الرشيد في الكوفة فأعجب به وجعله من بعض خاصته ليستمع نوادره. وكان بهلول يرفض منح الرشيد وجوائزه، ويرى بعض العامة أنه يمت بصلة قرابة إلى هارون الرشيد، وأنه ابن عمه أو أن بهلولا عمه، وأن الرشيد اغتصب الخلافة منه، وهذا طبعا من الأقوال الضعيفة. فتظاهر بهلول بالجنون لئلا يقتله الرشيد، وأطلقوا على بهلول الرشيد لقب سلطان المجاذيب، وصار اسمه فيما بعد صفة لكل مخبول أو شبه مجنون أو أبله. وتقول الشيعة إن الرشيد أراد إجبار بهلول على التوقيع على وثيقة أصدر فيها أمره بقتل الإمام الكاظم، فذهب البهلول إلى الإمام وأخبره بذلك، فأمره الإمام أن يتظاهر بالجنون ليكون في أمان من سطوة الرشيد، ولعل ذلك سببا لقولهم أنه من عقلاء المجانين. وكان جنون بهلول ينتابه من حين إلى حين، فهو إذن عاقل في معظم أوقاته، وكانت لغته سليمة وهو راوية للقصص التي تدل على سرعة الخاطر، وصارت نوادره يتناقلها الناس ويكتبها المؤلفون، وأضيف إليها ما أضيف من نوادر غيره، ولم يعد بهلول ذلك المجنون الورع، وصارت تنسب إليه نوادر لا تنسجم، ونوادره الأولى في صفة الذكاء، وتتسم نوادره أحيانا بالهجاء والفحش. ومن نوادره التي تعد من الأجوبة المسكتة أن رجلا وقف على بهلول يوما فقال له: أتعرفني؟ فقال بهلول: إي والله، وأنسبك نسبة الكمأة، وهو نوع من النبات لا أصل ثابت ولا فرع نابت. وكان بهلول بذكائه يفوت الفرصة على من ينوي السخرية منه ويحولها إلى خصمه، فقد دعا الرشيد بهلولا ليضحك منه، فلما دخل بهلول دعا له بمائدة ووضع على المائدة خبزا وحده، فولى بهلول هاربا، فقال له: إلى أين تهرب؟ فأجابه بهلول: أجيئكم يوم الأضحى، فعسى أن يكون عندكم لحم. ومن حسن نوادر بهلول أنه رمى رجلا فشجه، فقدم إلى الوالي، فقال الوالي له: لما رميت هذا؟ فقال بهلول: ما رميته، ولكنه دخل تحت رميتي. ومن نوادر بهلول التي أذكرها لكم، فقد كان من ذكائه وحسن تخلصه من بعض المواقف أن بعضهم قال: مررت يوما ببهلول وهو يأكل خبز فرن مع دجاجة، فقلت له: يا بهلول، أطعمني مما تأكل. فقال: هذا ليس لي، هذا دفعته إلي أم جعفر آكله لها. وقد حج موسى بن عيسى الهاشمي وهو أمير عباسي، حج وبهلول معه، فأقبل موسى يدعو عند البيت ويتضرع، وبهلول يقول: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك. فقال له العباس بن موسى: ويلك، تقول هذا القول للأمير في مثل هذا الموقف؟ فقال بهلول: أقول له ما أعلم أن الله يقول له. وأراد الرشيد يوما أن يختبره، فقال له: من أحب الناس إليك؟ فقال: من أشبع بطني. فقال الرشيد: أنا أشبعك، فهل تحبني؟ فقال بهلول: الحب بالنسيئة لا يكون. ومما يدخل في باب الفقه وتوزيع التركة أن المرأة يتوقع غير ما سيسمع، فقد قيل لبهلول: ما تقول في رجل مات وخلف أما وزوجة وبنتا ولم يترك شيئا؟ فقال بهلول: للأم الثكل وللابنة اليتم وللزوجة خراب البيت وما بقي للعصبة.
وأراد رجل أن يسخر من بهلول، فوقف عليه وقال: قد وقعت أنت يا بهلول ها هنا، والأمير يعطي المجانين كل واحد درهمين. فقال بهلول: فاعرض علي درهميك، بمعنى أنه يعرض بالرجل أنه هو المجنون. ومما يروى أن رجلا صفعه، وكانت امرأة قد أرضعت ذلك الرجل يقال لها مجيبة، وكانت رعناء. فقال بهلول: كيف لا تكون أرعنا وقد أرضعتك مجيبة؟ فوالله لقد كانت تزق لي الفراخ فأرى الرعونة في طيرانه. ومن أجمل نوادر بهلول التي توضع في باب الشعر أنه كان يوما جالسا والصبيان يؤذونه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعيده مرارا وتكرارا. فلما طال أذاهم له أخذ عصاه وقال: حمي الوطيس وطابت الحرب، وأنا على بينة من ربي. ثم حمل عليهم حملة صادقة وهو يقول: أشد على الكتيبة لا أبالي، أفيها حتف أم سواها؟ فتساقط الصبيان بعضهم على بعض وهربوا من أمامه. فقال بهلول: هزم القوم وولوا الدبر. ثم قال بعد أن هربوا من أمامه: أمرنا أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمرنا ألا نتبع موليا ولا نجهز على جريح. وهذا القول الذي قاله الإمام علي في معركة الجمل. ثم عاد بهلول وجلس وطرح عصاه وقال: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ومما يروى من نوادر بهلول وهي لغيره، كما حدث في نوادر جحا وأبي نواس وغيرهم، لكي يتوسل الناس على لسانه من أجل انتقاد الأوضاع السياسية والاجتماعية، روي أنه قيل لبهلول: عد لنا مجانين البصرة. فقال: هذا يكثر ويبعد جدا، ولكن إذا أردتم عددت لكم عقلاءهم. فلو قيل له: عد لنا مجانين الكوفة أو بغداد، لكان ذلك أقرب إلى المنطق بشأن بهلول الذي لم يكن بصريا. ومن الحكايات المتداولة بين الناس أن هارون الرشيد كان ذات يوم على سفر في سفينة، وكان معه بهلول، وقد ذهب بهلول واحتضن السارية وصار يكلمه، فجاءه الرشيد وسأله: أراك تكلم نفسك، ماذا كنت تقول؟ فقال بهلول: والله ما كنت أكلم نفسي، بل كنت أكلم السارية. فسأله الرشيد: وما قلت للسارية؟ فقال له: قلت له: أنت وحدك العدل في هذا المكان. ومن نوادره في انتقاد السلطة أنه قيل أن بهلولا كان يركب قصبة وقد اتخذها حصانا كما يفعل الأطفال، ودخل على فرسه هذا ديوان الرشيد وجلس على عرشه، فهجم عليه الوزراء والحجاب، وهجم جميع الحاضرين وضربوه بالأحذية وضربوه بكل ما وصلت أيديهم إليه حتى أزاحوه عن العرش. فصار بهلول يبكي حتى جاء الرشيد، وسأل الرشيد: ما لبهلول يبكي؟ هل من حاجة نقضيها له؟ فأجابه الحاضرون: ضربناه لأنه جلس على عرشك. فعاتبهم الرشيد وطيب خاطر بهلولا ورجاه ألا يبكي. فقال له بهلول: أنا لا أبكي من الضرب يا أمير المؤمنين، ولكني أبكي عليك. فقال الرشيد: ولماذا؟ فأجابه: جلست على عرشك برهة وجيزة فأكلت هذا الضرب، فكيف بك وقد جلست هذه المدة الطويلة؟ ومن النوادر التي تتعلق بالعدل واغتصاب الحقوق أن بعض التجار نوى حج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فاستأمن القاضي بعض المال، ولما عاد التاجر من الحج ادعى القاضي أن الأمانة أكلتها الفئران، فأخذ التاجر يبكي، ومر به بهلول فعرف أمره، فقال له: لا تبكي، سوف أعيدها لك غدا. وذهب بهلول إلى هارون الرشيد وصار يبكي ويقول له: لقد وليت فلانا الإمارة الفلانية وفلانا الإمارة الفلانية. فسأله الرشيد: وأنت ماذا تريد؟ فقال بهلول: أريد إمارة الفئران. فقال الرشيد: أعطوه إمارة الفئران. فقال بهلول: بل أريد أن تصدر مرسوما بذلك وتعطيني حصانا وحرسا وجوقة موسيقية.
فأمر له بما أراد، فخرج بهلول على فرسه والجوقة تعزف وراءه وأمامه، وتبعه الصبيان وضحك الناس لما عرفوا أمر هذه الإمارة. ووصل بهلول إلى بيت القاضي وأمر عماله أن يحفروا تحت جدار البيت، فخرج القاضي وسأله: ماذا تعمل يا بهلول؟ فأجابه: ألست أنا أمير الفئران؟ إن فأرا أكل مني ليرة ذهب ودخل تحت جدار بيتك، وإني أريد أن ألقي القبض عليه. فسأله القاضي: يا بهلول، كيف يأكل الفأر الذهب؟ فأجابه: كما أكلت فئرانكم ذهب التاجر، فإما أن تعيدها إليه وإما أن أهدم دارك. فأعادها إلى صاحبها. وأيضا مما يروى، مرت زبيدة زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي، مرت ببهلول يوما وهو يلعب مع الصبيان ويخط على الأرض بأصابعه، فلما رأت زبيدة ذلك تأملت فيما يصنع بهلول ثم قالت له: ماذا تفعل؟ فقال البهلول للصبيان وهو يخط تراب الأرض بأصابعه: لا تهدم البيت الذي بنيته. ثم التفت إلى زبيدة وقال لها: أما ترين أني مشغول ببناء البيت؟ وأرادت زبيدة مساعدة بهلول، إلا أنها كانت تعلم رفضه لذلك، فتأملت قليلا ثم قالت: أراك تبني بيتا جميلا يليق بالعظماء، وها أنا أرغب في شرائه منك. فقال بهلول: هذا البيت؟ فقالت زبيدة: نعم، أشتريه منك. فأجابها وهو منكس رأسه إلى الأرض يخط ترابها بأصابعه. فقالت زبيدة: اشتريت منك هذه الدار، فكم يكون ثمنها؟ وزبيدة تتكلم وهي تنظر للخطوط المعوجة التي رسمها بهلول. فقام البهلول على قدميه وسوى ظهره وقد كانت بيده عصا، أشار بها إلى الصبيان وهو يقول: بألف دينار لي ولهؤلاء الذين أعانوني في بنائها. فأشارت زبيدة إلى أحد خدمها وقالت له: أعطه ألف دينار. ثم انصرفت، وأخذ بهلول الدنانير وكانت سككا ذهبية وقسمها بين الفقراء، فلم يبق في كيسه دينار واحد. ومضت على هذا الحادث عدة أيام، وذات ليلة رأى الرشيد في المنام نفسه وكأنه يساق إلى الجنة، فلما بلغ أبوابها قيل له: هذا قصر زوجتك زبيدة. فلما أراد الدخول منعوه من ذلك. وفي صباح اليوم التالي قص هارون رؤياه على علماء قصره، فقالوا له: سل زبيدة عما فعلت من البر. فلما سألها الرشيد أخذت تفكر في العمل الذي استحقت من أجله قصرا في الجنة، فلم تتذكر شيئا سوى أنها أعطت لبهلول 1000 دينار، وقصت خبرها في ذلك على الرشيد. وأدرك هارون الرشيد ضرورة البحث عن بهلول ليشتري منه بيتا، عله يكون بيته في الجنة، البيت الذي ليس له في هذه الدنيا قرار، لكنه يكون في الآخرة قصرا مشيدا. فأين بهلول؟ وخرج الرشيد من قصره ومعه بعض أقاربه يبحثون عن بهلول، فوجده في إحدى أزقة بغداد جالسا وحوله عدة صبيان وهو يخط تراب الأرض بأصابعه. فحاول الرشيد التظاهر بعدم الاكتراث وقال: أرى أقرب أقربائي يلعب مع الصبيان ويعبث بأصابعه على التراب. فقال بهلول: نحن نتمتع بما رزقنا الله في هذه الدنيا، وها أنت ترى أني مشغول ببناء بيت على أرض الله لكي أبيعه. فقال الرشيد: ليس قصور الملوك كالبيوت التي أنت مشغول ببنائها، إلا أني مع ذلك أود شراء أحدها. فرفع بهلول إصبعه من التراب ووضعه نصب عينيه، ثم أغمض إحداهما وأخذ ينظر إلى إصبعه بالأخرى، ثم أشار إلى الأرض بإصبعه وقال: هل تشتري مثل هذا البيت؟ فجث الرشيد على ركبتيه إلى جانب تلك الخطوط التي رسمها البهلول وقال: رضيت بهذه الدار وإني قد اشتريتها منك. فنظر بهلول لهارون الرشيد نظرة المتأمل، ثم هزئ منه ضاحكا وقال: ثمن هذه الدار باهظ جدا. فقال الخليفة: كل ما تعلقت به رغبتنا وأردناه لا يصعب علينا الحصول عليه وإن كان ثمنه باهظا. وتظاهر الرشيد بعدم المبالاة بضحك البهلول، فذكر بهلول آلاف الأكياس من الذهب والبساتين الكبيرة والأموال الطائلة قيمة لتلك الدار. فسكت الرشيد حتى أتم بهلول كلامه والغضب قد استوى عليه،
لأن ما طلبه بهلول لم يكن بالشيء القليل، فإنه لو جمعت ثروات جميع الأغنياء وتكدست على بعضها البعض لم تبلغ معشار ما طلبه بهلول ثمنا لداره. فما هو اللغز الكامن في كلام بهلول؟ وما يريد من وراء ذكره هذا الثمن الخيالي؟ أراد الرشيد أن يعرف السر في ذلك، ولذا قال لبهلول: لقد بعت عين هذه الدار لزبيدة بثمن أقل من ذلك بكثير، فقد بعت دارك تلك ب1000 دينار، ولما أردت شراءها منك أراك تقول قولا شططا. فنهض بهلول من الأرض وبعثر ما كان قد رسمه عليها، بعثره بأطراف أصابع قدمي، وقال: ليعلم الخليفة أن بينه وبين زوجته زبيدة فرقا شاسعا، فإن زبيدة اشترت وهي لم تره، وأنت رأيت وتريد أن تشتري. ثم عاد مرة أخرى يلعب مع الصبيان، بمعنى أن زبيدة اشترت البيت مني وهي لم ترى بيتها في الجنة كما حدث في المنام إن كانت القصة حقيقية، ولكنك أنت يا هارون لقد رأيت البيت سابقا. وأيضا مما يروى، كان البهلول وعلى عادته يمشي يوما في أزقة بغداد، فلقيه رجل تاجر، فقال لبهلول: أريد استشارتك في أمر التجارة. فقال البهلول وكان بيده خيزران ضرب بها كفه الأخرى بهدوء، وقال: وما الذي عدل بك عن العقلاء حتى أخرتني دونهم؟ ثم مكث هنيهة فقال: حسنا، ما الذي أردت استشارتي فيه؟ فقال الرجل: إن عملي التجارة، فأردت شراء متاع أحتكره ثم أبيعه لمن يدفع لي فيه ثمنا باهظا. فضحك البهلول حتى بانت أضراسه، وقال: إن أردت الربح في تجارتك فاشتري حديدا وفحما. فشكره التاجر على ذلك وانطلق إلى السوق، ثم فكر في كلامه جيدا، فرأى أن من الأفضل أن يأخذ بكلامه، فاشترى حديدا وفحما وأودعهما في المخازن حتى مضت عليهما مدة مديدة ولا زالا على حاليهما في المخزن. ولما احتاج التاجر إلى ثمنهما، وكان قد ارتفع في تلك الأيام سعرهما، فباعهما بأفضل الثمن وربح عليهما ربحا كبيرا. ولكن أثرت هذه الثروة على سلوكه كما تؤثر على سلوك الكثير من الناس، وهكذا كان التاجر قد اغتر بنفسه غرورا عجيبا حتى لم يكد يعد للناس وزنا، وأخذ يتحدث عن عقله وذكائه وفطنته. وذات يوم مر التاجر ببهلول، لكنه لم يعره أي أهمية ولم يشكره على ما أشار عليه به سابقا، بل أثار بوجهه الغبار وسخر منه، ثم قال: أيها المجنون، ما الذي أشتري وأحتكر حتى يعود علي بالربح؟ فقال بهلول: اشتري ثوما وبصلا وأودعهما في المخازن. قال بهلول ذلك وهو يضحك. وخط التاجر بعدها خطوات، ثم عاد لبهلول وقال بغرور عجيب: عليك أن تفخر بمشورة تاجر موفق وشهير مثلي إياك. ولكن البهلول لم يجب بشيء، إنما بهت لجهل التاجر وغروره. وبينما رصد التاجر لشراء الثوم والبصل كل ما يملك من الأموال، وذهب صباح اليوم التالي إلى السوق لشرائهما على أمل الربح الكثير. وبعد أشهر مضت على البصل والثوم وهما في المخازن، جاء التاجر وفتح أبواب المخازن وهو لا يعلم ما ينتظره من خسران مبين، فوجد الثوم والبصل قد تعفنا ونتنا. وطبعا لم يكن أحد ليرغب بشراء مثل هذا البصل والثوم المتعفنين، بل لا بد من رميه في المزابل لأن رائحته النتنة انتشرت في كل مكان، مما اضطر التاجر أن يستأجر عدة نفر ليحملوا هذا المتاع، أن يحملوه إلى خارج المدينة ويدفنوه في الأرض. وامتعض التاجر من بهلول وازداد حنقا عليه وغضب منه لأنه فقد رأس ماله بسببه، فأخذ يبحث عنه في كل مكان حتى عثر عليه. فلما رآه أخذ التاجر بتلابيبه وقال له: أيها المجنون، ما هذا الذي أشرت به علي؟ لقد أجلستني على بساط الذلة والمسكنة. وخلص بهلول نفسه من التاجر وقال له: ماذا حدث؟ فقص التاجر على البهلول وصوته يرتعش من شدة الغضب، قص عليه ما جرى له. فسكت بهلول عن التاجر هنيهة وهو يعلم عما يتحدث التاجر، حتى سكت الغضب عن التاجر، ثم قال له: لقد استشرتني أولا فخاطبتني بخطاب العقلاء، فأشرت عليك بما يشيرون، لكنك لما أردت استشارتي ثانيا خاطبتني بخطاب المجانين،
فأشرت عليك بمشورتهم، فاعلم أن ضرك ونفعك مخبوآن تحت لسانك، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فأطرق التاجر إلى الأرض وهو لم يجد جوابا، فتركه بهلول وانصرف عنه. وأيضا مما يروى كان الرشيد يبث عيونه وجواسيسه في المجتمع ليأتوه بأخبار مخالفيه، وذات يوم وشي ببهلول إليه بأنه من أتباع ومحبي الإمام موسى الكاظم، وحيث أن هارون كان يسعى لمعرفة شيعته ومحبيه ليقضي عليهم، وحيث أن هارون الرشيد كان يسعى لمعرفة شيعته ومحبيه، فإنه قرر إحضار البهلول إليه لينزل به العقوبة فيكون عبرة للآخرين. ولما أحضر البهلول إلى القصر وقف أمام هارون الرشيد الذي استولى عليه الغضب، وقال هارون له: سمعت أنك من شيعة ومحبي موسى بن جعفر. فسكت البهلول ولم يتكلم بشيء، وكان هذا السكوت مؤذيا لهارون الرشيد ومثيرا لغضبه أكثر. ثم قال الرشيد له: لقد تظاهرت بالجنون لتفر عنا ولتفر عن عقوبتنا، ولكني لست بتاركك. ثم قال الخليفة: ما كنت تفعل إن كنت صادقا فيما تقول، أي أن البهلول رضي بالعذاب. فقال البهلول: وقد كان هارون يتوقع من البهلول بعد تهديده إياه، توقع أن يقول شيئا يظهر به عن تأييده للإمام الكاظم، لكنه فوجئ بما سمعه من البهلول وصمم في هذه المرة على أن ينزل العقوبة به. ولكن أي نوع من العقوبة يمكن إنزالها بالبهلول؟ لأن بعقوبته سيقول الناس بأن هارون الرشيد لم يقدر إلا على المجانين. وعلى ذلك أخذ الرشيد يفكر في طريقة لعقوبة بهلول، وأخيرا أمر بخلع ملابس بهلول وإلباسه ما يسرج به الفرس، ثم أمر بوضع لجام على فمه والدوران به في أزقة المدينة. ولما عادوا بالبهلول إلى القصر وقد كان وزير هارون الرشيد بالقصر إبان عودته، وحيث إنه لم يكن يعلم بالخبر ولا لماذا يفعلون ببهلول هكذا، فقال الوزير: ماذا فعل بهلول؟ فلم يجبه أحد بشيء لفترة. ثم قام هارون الرشيد من كرسيه ونفض رداءه بغرور، ووقف أمام البهلول وقال له: ألم تسمع ما قال وزيرنا؟ أجبه إذن، لماذا أنت بهذه الحالة؟ فالتفت البهلول إلى الوزير بكل وقار وسكينة، ولم يبدو عليه آثار الانزعاج من الخليفة أو الخوف منه. ثم قال بهلول: دعاني أمير المؤمنين وسألني شيئا، فأجبته جواب حق. فخلع أمير المؤمنين لأجل ذلك ملابسه الغالية وأهداها إلي. وقد تغير وضع المجلس بسماع هذا الكلام، فلم يتمالك الجميع أنفسهم من شدة الضحك، بما فيهم الخليفة هارون الرشيد الذي ضحك ضحكا كثيرا. وبعد لحظات من الضحك هدأ المجلس، ثم أمر الرشيد بخلع ما على البهلول من السرج واللجام، وأمر بإحضار خياطه الخاص، وأمره بإهداء بهلول أفضل ما خاطه للخليفة. ولكن قبل أن يأتمر الخياط بأمر الخليفة قال البهلول: لا حاجة لي بملابس الخليفة. ثم لبس ملابسه البالية وخرج من القصر.